مرحبا بك يا أستاذ محمود. كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع للرئاسات الثلاث في إقليم كردستان مع ممثلي الإقليم في البرلمان العراقي، لكن ممثلي الإقليم في البرلمان لم يحضروا ذلك الاجتماع وتحول إلى اجتماع تشاوري فقط. يبدو أن الموقف الكردي اليوم غير موحد، يعني كنتم أنتم أصلا قد طالبتم بتأجيل الاجتماع، هذا التردد كيف يفهم على وكيف يؤثر على القرار الكردي؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. طبعا بالتأكيد الاتحاد الوطني الكردستاني سباق في كيفية يعني وصول إلى اتفاقيات مع بغداد في ملفات المال والطاقة، وأيضا حثه حكومة إقليم كردستان بالتوجه إلى الإصلاحات، ومع ذلك في نفس المسار الوصول لاتفاق مع بغداد. ولكن رأينا بأن اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل الكردستانية الموجودة في مجلس النواب العراقي لا تصل بنتيجة حول ما حصل في قانون الاقتراض في يوم الخميس الماضي، ولكن يجب أن نذهب إلى خطوات جدية أكثر في هذا المجال. أولا، هناك عدة جوانب في هذا الملف، الملف الاقتراض، قانون الاقتراض أو عدم السماع للكتل الكردستانية وضرب الاتفاقية التي أبرمت في 15 آب الماضي بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية كبداية لتفاهم أن تدخل في ميزانية قانون ميزانية 2021. لذلك رأينا بأن اجتماع رئاسات الثلاث اليوم كان مع الوفد المفاوض الذي كان يتفاوض عبر 6 مراحل مع الحكومة الاتحادية. كان هناك اجتماع لرئاسات الثلاث مع الوفد الوزاري الذي كان يتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملفات الطاقة ومن ضمن اتفاقية 15 آب الماضي. لذلك الوصول إلى جزئيات وأمور الفنية التي جرت بين الوفد المفاوض وحكومة الاتحادية هي التي درست وتم المشاورة اليوم في هذا الاجتماع حول هذا الموضوع، وسيتم يوم الثلاثاء المقبل اجتماع لبرلمان إقليم كردستان بحضور أيضا اللجنة الوزارية برئاسة السيد قباط طالباني التي هي تقع عليها مسؤولية التفاوض مع الحكومة الاتحادية. طيب، هذه هي جوانب اجتماعي اليوم، اجتماع الرئاسات الثلاث. ولكن نتساءل أيضا في نفس الوقت بأن هل أن قانون الاقتراض للمرة في مجلس النواب العراقي، القوى الكردستانية اللي كانت موجودة باعتبارها كتل كردستانية تنوب وتمثل أقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، يبدو أن هذا الموضوع قد أحدث ثورة كبيرة سيد محمود، يعني حتى البعض بسبب عدم شمول أقليم كردستان بقانون الاقتراض لوح ربما بمعارضة أو حتى العودة إلى الاستفتاء، موضوع الاستفتاء الذي طرح قبل سنتين. يعني هذا التلويح يبدو أنه يتصاعد. ما الخيارات التي يمكن أن يقوم بها إقليم كردستان للرد على عدم شمول موظفيه بقانون الاقتراض؟ طبعا هناك كثير من الجزئيات في هذا الملف، إذا تسمح لي ويتيح لي الفرصة بأن أتكلم بهذا الموضوع بأرقام من الناحية السياسية ومن الناحية المالية أيضا. نحن في إقليم كردستان ليس لدينا خيارات وسيناريوهات تبتعد عن عمق الاستراتيجي لبغداد، وبالذات الاتحاد الكردستاني ممثلا في إقليم كردستان بهذا المجال. نقول دائما بأن بغداد عمق الاستراتيجي، المجلس النواب العراقي يجب أن يتحكم إلى العقلانية في كيفية تمرير القوانين، وبالتحديد القوانين التي لديها جنبة اقتصادية تضم قوت اليوم من المواطن العراقي سواء كان مواطن في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى. لذلك القوى الكردستانية في بغداد، الكتل الكردستانية في بغداد كانت على عجالة في تمرير هذا القانون، لأن مجلس النواب العراقي ألزم من قبل الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب الموظفين عند تمرير قانون الاقتراض للعجز المالي. لذلك رأينا بأن المواطنين في هذا الوقت وفي الظروف الاقتصادية الصعبة يجب أن يتم تمرير هذا القانون، ولكن رأينا العكس من الأخوة الآخرين بأنهم لم يفكروا أيضا بالمواطنين والموظفين المتقاعدين في إقليم كردستان بأنهم جزء من الدولة العراقية والمواطن العراقي. على خلاف ذلك بأن هناك خلافات سياسية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في ملفات المال والطاقة، ولكن رأينا وارتأينا بأن رواتب الموظفين يجب أن لا تزج في هذه الأزمات السياسية. يعني إذن هناك مشكلة بين الكتل السياسية. الكتل الكردستاني كان بهذا الاتجاه. يعني سيد محمود، ما أفهم من كلامك أن الموضوع هو عبارة عن مشاكل كتل سياسية عكسته على موظفي إقليم كردستان وليس مع الحكومة الاتحادية، وربما هو رد كما يقول البعض من المحللين، هو رد على اتفاق أربيل بغداد بشأن موضوع سنجار، هذا لم يعجب بعض الكتل السياسية، لذلك عاقبت إقليم كردستان بعدم صرف رواتب موظفيه. طبعا نحن مع أن تعود كما قلناها في اتفاقيات، سواء كانت اتفاقية سنجار اتفاقيات أخرى، بأن هيبة الدولة العراقية يجب أن تحافظ على جميع أراضيها سواء كانت جوا وأرضا،
ولكن يجب أن لا تزج الأمور السياسية في القضايا المتعلقة بقوت اليوم المواطن العراقي، سواء كان كما قلته آنفا، سواء كان في إقليم كوسان أو غير ذلك. لذلك قانون الاقتراض أتى في مرحلة يحتاج المواطن العراقي إلى تمويل اقتصادي وتمويل مالي بغية تجاوز هذه الأزمة الموجودة. ولكن ما جرى في مجلس النواب العراقي هي ضرب للشراكة، ضرب لمبدأ الأخوة والشراكة الذي تبناه الدستور العراقي في كثير من المجالات، على الرغم من وجود اختلافات. نحن لا ننكر ولا نختلف مع الآخرين بأن هناك مشاكل بين أربيل وبغداد تتعلق بملفات المال والطاقة، تتعلق بملفات تصدير النفط، بالرؤية بغداد حول ملفات النفط والرؤية القوى السياسية أيضا، ولكن نحن في إقليم كردستان أيضا لدينا رؤية. لذلك هذه الاختلافات جمعت في تفاوضات ووضعت على مائدة المفاوضات بين اللجان الوزارية، كما قلت 6 زيارات بين لوفود كردستانية إلى بغداد للوصول إلى اتفاق نفطي يشمل جميع الملفات. ونحن ليس لدينا مانع بأن نسلم جميع ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية وعن طريق شركة سومو، ولكن نعم عذرا للمقاطعة سيد محمود، لكن هذا الملف نفسه هناك من يتهم الكاظمي بأنه قد زود إقليم كردستان بالمبالغ الشهرية والتي هي 320 مليار دينار، بالمقابل لم يحصل على الواردات النفط وتقاسم المنافذ الحدودية التي هي 50-50. هناك من يتهمه بأنه يزود إقليم كردستان في المقابل لا يحصل على النفط الكافي والإيرادات الكافية. لا بالعكس، يعني دعني أقول لك بأننا في قانون الموازنة ل 2019 حصل إقليم كردستان وفق القانون الموازنة هو 12 تريليون دينار. نعم. حصل إقليم كردستان على 5.5 تريليون دينار من هذه الميزانية، وتم استقطاع مبلغ الضرر حسب المادة 10 ج من قانون الموازنة ل 2019 الذي هو يقابل العدد الذي لم يتم تسليم النفط 250 ألف برميل عبر شركة سومو. لذلك لا يوجد شيء بأن إقليم كردستان لم يستلم 12.67 من حصته من الموازنة الاتحادية 2019، بل استلم من 12 تريليون 5.5 تريليون من هذه القيمة، واستقطع مبلغ الضرر الذي هو يقابل حصة تصدير إقليم كردستان 250 ألف برميل. هذا من جهة. من جهة أخرى، في قانون الإدارة المالية أيضا في الموازنة التي الآن الاقتراض الذي تم الحصول عليه في قبل المجلس النواب العراقي، حصة إقليم كردستان من هذا الاقتراض يبلغ 3.4 تريليون من 2.3 تريليون من هذا الاقتراض. لذلك إذا نقسم قيمة الاقتراض على 3 أشهر السابقة، يجب أن يحصل إقليم كردستان على 760 مليار دينار شهريا من قانون الاقتراض. لكن هل أن بغداد تزود إقليم كردستان ب 760 مليار دينار؟ كلا، إقليم بغداد تزود إقليم كردستان ب 320 مليار دينار. لذلك في نفس الوقت يعني نحن لم نحصل على الحصة الكافية والتي ضمن القوانين التي مررت في مجلس النواب العراقي من قبل الكتل السياسية. نحن نحصل على 320 تريليون وفق اتفاقية 15 آب الماضي. لذلك ولكن في قانون الاقتراض نحن حصة إقليم كردستان هو 760 مليار دينار حسب المبلغ. نعم. الموجود ما تحصلون عليه هو 320 مليار دينار، الذي خمن بأنه 26.7. نعم، وما تحصلون عليه هو فقط 320 مليار دينار. لم نحصل عليه، ولكن حصلنا عليه في الأشهر السابقة بهذا العدد، وأن حصة إقليم كردستان هو 760 مليار من قانون الاقتراض إذا تم تقسيمه على حسب قانون الإدارة المالية. نعم. للدولة الاتحادية. شكرا لك. لذلك الخلافات هي بغداد هي لا تعرف كيف تقوم بإدارة هذا الملف أيضا، ونحن في نفس الوقت لسنا بعيدين عن الاتفاق، نقول ونكرر أيضا بأن على حكومة الاتحادية وعلى مجلس النواب العراقي والكتل الكردستانية والكتل الاتحادية الأخرى أن تذهب إلى الوصول إلى اتفاق سياسي جديد. نعم. يضمن الأخوة والشراكة ومبدأ التعاون، ولكن لا نرى هذا في بغداد، نرى العكس، نرى بأنها تتناغم مع بعض الأجندات التي لا تريد مصلحة العراق. نعم، شكرا فضل. جزيلا لك الأستاذ محمود خوشناو، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية.